ابتسام احمد بن عامر من ليبيا، من طرابلس تحديدا، رئيس مجلس اداره شركه الرائد للسفر والسياحه، كاتبه لي نشاط كتابات، والحمد لله يعني اختلطت باكثر من اكثر من مجموعات يعني، ومنها شبكه المراه العربيه. بصراحه يعني هي فكره كويسه. اول فكره ان هي عرفتنا بالجنسيات الثانية العربيات وقيادات، وأيضا في ناس ما كانتش تعرف أن حتى المرأة الليبية أن هي مؤهلة أنها هي حتى تكتب جملة، لكن بالنسبة للمرأة الليبية يعني أثبتت وجودها في كذا كذا تجمع. ونشكر الشبكة اللي هي استضافتنا وكانت حسن ضيافة، ومش غريب على الشعب المصري صراحة، نحن جيراننا الشعب المصري ومننا نسب وإخوة. وبصراحة يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كان الناس في مصر هي اللي حطتني على الجسر، يعني اللي طلعت وشديت القلم وعرفت يعني أني حتى نكتب ونخوض المجال هذا، والمكان هذا هو اللي خلاني أني أنا كبرت وتابرت وأني أنا خشيت في شبكة المرأة العربية. ونشكرهم بصراحة، كانوا في حسب المتوقع وأكثر، وشكرا على حسن الضيافة.